اهلا بكم اعزائي المشاهدين في بنا تي في، معكم شيف طارق. اليوم في حصتكم كوشا، اليوم نقدم لكم لو بان بانيني. بان كاع تعرفوه، موجود يتباع في الاسواق، يتباع في السوبر كيما نقولوا، يتباع عند لي فاست فود. خبز هذا سهل، ما فيهش طياب بزاف، ميم طيابو 130 الى 150 درجه، دخل فوق حوالي 20 25 دقيقه.
كامله. ها هي شوفوا كيفاش نبلاطيه باش ما يخرج ليش عالي بزاف. من بعد هكذايا شوفوا كيفاش هكذا نكمل هذه الاخيره ومن بعد نكمل الاخرين. واش نديروا دوكا؟ نخلوه يخمر حوالي 20 الى 25 دقيقه، لازم يخمر مليح. احنا الفاصونيه نحطوه كما نقولوا بلاطيوه، نحطوه داخل الفرن حوالي داخل الفرن درجه الحراره تكون 120 130 150 درجه على حد اقصى. نحطوه في داخل الفرن حوالي 20 25 دقيقه حتى 30 دقيقه، نقدروا نزيدوا 5 دقائق زياده، مي ما يطيب لنا شويه ما يلزمش كاع يحمر يقعد بيض، هو يخرج خضر. نحطوه خلوه يبرد، نقدروا نحلوه لداخل نديروا فيه اي حاجه واحده اخرى ونطوستيوه، وان شاء الله نقدمه لكم في صحن التقديم. عدنا اعزائي المشاهدين بالبانيني تاعنا، هاو كيفاش يخرج لنا بيض، لازم يخرج بيض باسكو علاه ماك تحلوه داخل ديروا اي حاجه فرماج طون توستيوه لازم ماك يحمر هكذايا. ان شاء الله تكون كيفيه هذه عجبتكم. قلنا يطيب هو 150 120 130 150 درجه حوالي 20 25 دقيقه حتى 30 دقيقه، ما تزيدولوش، تخلوه ينشف ومن بعد تقدروا تستعملوه. تحطوها في ساشي كونجيلاسيون، تحطوها تكونجلا حوالي اسبوع ما فيش مشكل كاعيتيك. ان شاء الله الكيفيه هذه عجبتكم، تقدروا ترسلونا في الصفحه تاع فيسبوك. كان معكم شيف طارق، نحصتكم كوشه، سلام.